إذا المواجهة التونسية الموريتانية طبعا تونس عندها الأسبقية كبيرة في 16 مواجهة 12 فوز لتونس وأربعة تعادلات. لعبنا كما قلت مرة بركة معاهم في نهاية كأس إفريقيا، عملنا 0-0 في مصر 2019. تعليقك طبعا أي من حسب التشكيلة توا اللي نسبة نقوله 90% مش تكون هذيك هي، وحسب يعني تاريخنا في المواجهات التونسية الموريتانية. هو موريتانيا نعرفوا ناس الكل ما عندهاش تاريخ كبير ياسر في كرة القدم، في العوام الأخرانية تحسنت بالكدا بالكدا مع رئيس الاتحاد نتاعهم ولد أحمد. تحسنت بالكدا، مواجهة تاريخية باش تكون عندنا لافونتاج حاجة مؤكدة حاجة عادية، لكن اللي أكثر أهمية هو لجورجي اليوم معناها مدى جاهزية المنتخب نتاعنا، مدى جاهزية المنتخب الموريتاني في النهار هذاك. لعبنا لهم برشا مباريات في الماضي، في تصفية كأس إفريقيا، في تصفية كأس العالم، في الكان الأخيرة، مباريات الكل كانوا صعاب، ما فماش ماتش معناتها كان هكا الأفونتاج ليكيب ناسيونال. نعاود نذكروا مرة أخرى راهو غدوة باش نلعبوا مع منتخب مغاير للمنتخب اللي لعبناه له نتاع كوبا رابيا خمسة، دونك كلابروش نتاع ربحناهم خمسة راهي هذيك ما تمشيش. تشكيلة دونك بنسبة 99%. في وسط الميدان ما نعرفش ديما نقول ما نحبش أنا هذه التشكيلة ربما نتاع نتاع موريتانيا باباكار علي عبيد هذه اللي هبطت علينا. طبعا عندهم ملاعبيه قاسوما دليهي عبد الله ابن با وابو بكر في الهجوم، باباكار يلعب في موريتانيا، عندهم لاعبيه يلعبوا كذلك البرة مش في يشفوا في الدوري الفرنسي ولا ايطالي يلعبوا راما وتغير وتركيا وتغير كلها ويلعبوا في نتاع الكوبا راب مغيره تمام. ثم ثمانيه ملاعبيه برك من القائمه نتاع البطوله العربيه موجودين في القائمه هذه، منهم ثلاثه برك اساسيين فوالا ثلاثه يعني ثلاثه اساسيين من الباقي الكل ثمانيه مغير. لا فريق قوي برشا ابن باس تاع كولوار تري راب فرش فيه ضد غامبيا موريتانيا كيفاش تحكم عليه؟ لا فريق عجبني برشا، يكور كره مليح، يتاكي معناتها بسته القدام. كان انا معناتها نراه المباراه الاولى نتاعو حرام خساره نتاع معناتها جيت معناتها مانيش من غلط صار واحد بلاش ضد غامبيا هو صار معناتها فهمت ما يتبقى ردوا بالنا منه. فريق راه قوي ياسر ما نحبوش رازي كيما ندخلوا انا اليوم ريتم مباراه مالي نخسر كونسونتراسيون تاع تونس، خاطر تعرف مقابلات توا اون جينيرال كي تشوف البونتويت ديما يسجلوا ربع ساعه الاولى نتاع الميتون الاول ربع ساعه ديما تكون فيهم مركز اكثر فهمت. ولا بروف جينا معناتها قبلنا في 3 دقائق لعب من الشوط الثاني معناتها ردوا بينا منه. فريق راه قوي برشا وان شاء الله معناتها تكون 3 نقاط نصيبنا ان شاء الله. امين كي تبدا عندك اسبقيه على منافس يعني كيما ناخذ حاجه باهيه خايبه حاجه باهيه حاجه خايبه. نتصور انه اون فان كونت مش نلعبوا مباراة اخي من لعبناها ضد مالي. بالنسبة للمباراة غدوة برشا يعني برشا حاجات تبدلوا، ثم بالنسبة سو لو بلون اوفونسيف شفنا اللي اليوم اقتنعنا انه الخزري ما نجمش يلعب كمهاجم كرقم تسعة، شفناها نتصور انا باش يلعب حسب التشكيلة اللي سمعناها صار باش يلعب على الكولوار. سيف الجزيري اللي نادينا قلنا راهو tu as besoin un neuf de métier اللي هو عنده يلعب اون بوينت يعطيك العمق اكيد. وفي مباراه كيما هذه وقت اللي تلقى ساعات دي مومون تلقى tu as besoin باش شكون اللي يرتحك القدام ترمي عليه الكره، شفنا سيف عنده الكاليتي هذه، نتمنى انه يقدم مردود كبير. شو نقول لك كيما قلت انا ونرجع نقول رغم لي ديتاي الصغار هذوما اي سون تري امبورطون في الكوره. وقت اللي تفقد التركيز نتاعك، وقت اللي تستسهل للمنافس نتاعك، بالعكس الكونتري لازمنا وقت نحترم المنافس نتاعنا اون دون افون. مباراه 90 دقيقه ان شاء الله الاولاد الكل يكونوا حاضرين.